انا رميتهم، افتهمت. انا قطيت قيمة 17,000، بس الحين من جتني 17,000 انا راح اخذ نص ال 17,000. افتهمت؟ لازم الدبل، 17,000 لازم الدبل عشان يرجع لي حقي. تريد تنصب علي؟ ها، تريد تنصب علي؟ يلا عادي عادي، مو مشكلة، مرة جاية مرة جاية. تكبسوا الشير حبايبي، تكبسوا الشير. ثانك يو رامي، دانا ثانك يو. المهم حبايبي، فراح اغير السكن شكلي والله، مع انه انا ما احب اغير السكن، بس صراحة اللي شفته من الرطوبة يعني، والمنظر اللي شفته، خلاص لازم اغير. فيمكن بكمل هذا الشهر وخلاص. انا ايجاري يوم 18، ما بقى كثير، بس المشكلة مشكلة الإيجار بدبي ما راح أحصل، يعني لازم أصبر شهر بعد، لازم أصبر بعد شهر.